بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الجزء الرابع. كوكب أورانوس. يوجد الكوكب أورانوس على بعد 19 وحدة فلكية من الشمس، أي نحو 2.87 مليار كيلومتر. وبسبب تلك المسافة فهو يحتاج ل84 عاما أرضيا ليكمل دورة واحدة حول الشمس، وهو ثالث الكواكب العملاقة بالمجموعة الشمسية بقطر يناهز 51,800 كيلومتر. ويتكون كوكب أورانوس في المقام الأول من الهيدروجين والهيليوم مع نسبة قليلة من الميثان ونسبة طفيفة للغاية لمكونات أخرى. وقد بدأ الكوكب كليا إبان تحليق المركبة فواياجير 2 حوله في عام 1986 ذا لون أزرق ضارب إلى الخضرة دون ظهور أي تفاصيل مرئية. وبسبب كتلته فإن مخزون الطاقة الداخلية به يقل عنه مقارنة بالمشتري وزحل، ومن ثم فإن الحمل الحراري في غلافه الجوي أقل كثيرا، ومن هنا يأتي غياب الخطوط على سطحه والمظهر الأكثر تجانسا الذي يظهر به ذلك السطح. مع ذلك فقد كشفت عمليات رصد أحدث بالمركب الفضائي هابل عن تكوين من الشرائط يرجع على الأرجح لتغيرات مناخية تحدث على مر دورة الكوكب حول الشمس. ويعزي اللون الأزرق الضارب إلى الخضرة لأورانوس إلى وجود الميثان في الغلاف الجوي العلوي به، وذلك على النحو التالي: تنعكس أشعة الشمس على السحب الأكثر ارتفاعًا بالكوكب، لكنها قبل ذلك لابد أن تخترق طبقات الميثان الموجودة أعلاه. ومن شأن الميثان أن يمتص بشكل خاص الشطر الأحمر من طيف الأشعة الشمسية، وبالتالي فإن الشق الأزرق هو فقط الذي سيفلت ويصطبغ به مظهر الكوكب. وتتسم دورة الكوكب حول محوره بأنها سريعة نسبيا، حيث تستغرق فترة تربو قليلا على 17 ساعة. ويتميز أورانوس عن باقي الأجسام بالمجموعة الشمسية بحقيقة أن محور دورانه حول نفسه شبه أفقي، أي أنه يقع تقريبا في مستوى المدار. وبهذا الشكل فيبان تحليق المركبة فواياجير 2 في عام 1986 كان القطب الجنوبي للكوكب في مواجهة الشمس. وفي عام 2007، أي بعد مرور ربع فترة الدوران حول الشمس، كان خط استواء الكوكب هو المنطقة الأكثر إضاءة، وقد تكون تلك التقلبات هي مصدر للتغيرات المناخية البطيئة التي تم رصدها على الكوكب. وجدير بالذكر أيضا أن الوضع غير المعتاد لمحور دورانه حول نفسه قد يكون على الأرجح نتيجة الاصطدام بكوكب أولي آخر في ماضي بعيد. عنوان الأقمار والحلقات. ويمتلك أورانوس على الأقل 27 تابعا، الخمسة الرئيسية منها هي بالترتيب التصاعدي للمسافة من الكوكب: ميراندا وأرييل وأمبرييل وتيتانيا وأوبرون. وأكبر تلك التوابع هو القمر تيتانيا بقطر يبلغ 1580 كيلو مترا، أي أقل من نصف قطر قمرنا. والكوكب محاط كذلك بالعديد من الحلقات الرفيعة للغاية، وقد تم اكتشافها من الأرض إبان رصد احتجاب أحد النجوم في عام 1977، وتم التأكيد على وجودها إبان تحليق المركبة فواياجير 2. كما تم الكشف عن حلقات أخرى بعد ذلك، لا سيما عن طريق المركبة الفضائي هابل. وتتكون تلك الحلقات من كرات من الثلج القاتم وذي قدرة
الانعكاس الضئيلة وأكبرها يمكن أن يصل قطره إلى عدة أمتار. عنوان الاكتشاف: وقد تم رصد أورانوس عدة مرات في القرنين 17 و18، لكن عمليات الرصد الأولية عدته أحد النجوم. وفي عام 1781 نجح الفلكي الإنجليزي ويليام هيرتشل للمرة الأولى في اكتشاف حقيقة كونه كوكبًا، وهو أول الكواكب التي لم تميزها الحضارات القديمة. وتم اقتراح العديد من الأسماء له، وبوجه خاص جيوم سيدوس تشريفًا للملك جورج الثالث، أو هيرتشل تكريمًا لمكتشفيه. لكن كان الألماني جون إيليرت بود الذي وضع قانون تيتوس بود هو الذي اقترح أخيرا الاسم المتداول أورانوس، والمستوحي من اسم إله السماء لدى الإغريق. ثم اكتشف في عام 1787 ويليام هيرتشل القمرين الأكبر حجما تيتانيا وأوبرون، أما القمران أمبريل وأرييل فكان الإنجليزي ويليام ليسل قد اكتشفهما في عام 1851، والقمر ميراندا اكتشفه الأمريكي جيرارد كويبرد في عام 1948. وأسماء الأقمار هذه مستمدة من أسماء شخصيات من مسرحيات ويليام شكسبير. الكوكب نبتون: أما الكوكب نبتون فإن مداره يقع على بعد 4.495 مليار كيلومتر، أي نحو 30 وحدة فلكية من الشمس، وهو ما يجعله في الحقيقة أبعد الكواكب الكلاسيكية بالمجموعة الشمسية بعد أن خرج كوكب بلوتو من المنافسة إثر تحوله إلى كوكب متقزم أبيض. وبسبب تلك المسافة فإن نبتون يدور حول الشمس في فترة طويلة للغاية تبلغ 165 عاماً أرضياً. يبلغ قطر الكوكب نبتون نحو 49500 كيلومتر، وهو ما يقل بشكل طفيف عن قطر أورانوس، لكنه يعادل مع ذلك 4 أمثال قطر الأرض. وفي المقابل يتسم نبتون بكتلة أكبر من كتلة أورانوس، وتبلغ نحو 17 مثل كتلة الأرض. ويتكون الكوكب بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، ويمتلك نواة هائلة من الصخور السائلة والمياه والأمونيا والميثان، وهي تمثل ثلثي القطر. ويتكون الثلث الخارجي من الهيدروجين والهيليوم والمياه والميثان. ويتكون السطح الخارجي لنبتون من طبقات سحابية سميكة، ويبدو أزرق اللون بسبب وجود الميثان، وتتحرك تلك السحب بسرعات قد تصل لألفي كيلومتر في الساعة، وهي سرعات قياسية بالنسبة للمجموعة الشمسية. ويمكننا أن نجد سحبا طويلة بيضاء تكسر رتابة المشهد وتتكون من بلورات ثلج الميثان، كما نجد أيضا بقعا زرقاء كبيرة تعود إلى أعاصير شبيهة بأعاصير المشتري. عنوان الأقمار والحلقات: ويمتلك نبتون على الأقل 13 قمرا تابعا، وفي مقدمتها القمر ترايتون، وهو القمر الوحيد بدرجة كافية ليتشكل على هيئة كرية، ويبلغ قطره 2700 كيلو متر، ومحاط بغلاف جوي خفيف غني بالنيتروجين مع وجود نسبة طفيفة من الميثان. وقد رصدت المركبة فوياجير 2 في عام 1989 به أقل درجة حرارة بالمجموعة الشمسية، وهي 236 درجة مئوية تحت الصفر، وسطحه المغطى بجليد النيتروجين معقد للغاية مع وجود بعض التكوينات التي تشبه النبوع، والتي يمكنها أن تقذف بالنيتروجين حتى ارتفاع 8 كيلومترات. ويتحرك ترايتون في مدار تراجعي، أي في اتجاه معاكس لدوران نبتون حول محوره، وهو أمر غير معتاد بالمرة. ويتمثل التفسير الأرجح لذلك في أن ترايتون لم يتشكل في نفس موقع تكون نبتون،
لكن تم اقتناصه على الأرجح بالشد الجاذبي للكوكب في ماضي بعيد. وتظهر عمليات الرصد كذلك أن الأقمار تقترب بشكل جبري من نبتون تحت تأثير قوى المد، ومن المتوقع أن ينفجر القمر يوما ما ويولد حلقة بديعة حول الكوكب. جدير بالذكر أيضا أن نبتون محاط بسلسلة من الحلقات الرقيقة المكونة على الأرجح من الغبار، وتتسم تلك الحلقات بأنها غير منتظمة وبها أجزاء أكثر كثافة من سائر الحلقة، الأمر الذي يضفي عليها شكل القوس. وقد تم رصد أولى الحلقات من الأرض إبان احتجاب نجمي في الثمانينات، وتم اكتشاف حلقات أخرى في عام 1989 عن طريق المركبة فواياجير 2. عنوان اكتشاف: وكان نبتون الجرم السماوي الأول الذي يتم اكتشافه عبر الحسابات الفلكية وليس وليد صدف الرصد. وكانت دراسات مطولة لحركة أورانوس قد أظهرت أن أورانوس يتعرض لخلخلة جاذبية يسببها جرم مجهول. وقد استخدم الفلكي الفرنسي أوربان لو فريي والإنجليزي جون كوش آدمز بشكل مستقل قوانين الميكانيكا السماوية لتحديد موقع هذا الجرم، وبدأ الفلكي الألماني جوهان جوتفريد عمليات الرصد للموقع الذي حدده لو فريي، ونجح بالفعل في رصد الكوكب نبتون في المكان المتوقع في 23 سبتمبر عام 1846. وبنسمى لم يكن ذلك مجرد اكتشاف لكوكب جديد، لكنه شكل انتصارا لميكانيكا السماء. عنوان بلوتو والكواكب المتقزمة الخارجية: عنوان بلوتو وشارون: لقد عد الكوكب بلوتو لوقت طويل آخر كواكب المجموعة الشمسية، لكنه تراجع في عام 2006 لمصاف الكواكب المتقزمة. وكان كليد تومبو قد اكتشفه في عام 1930، ومدار بلوتو ليس متراكزا حول الشمس، وبالتالي ثمة تباين كبير في بعد نقاط مداره حول النجم، حيث تتراوح هذه المسافة بين 30 و49 وحدة فلكية. ومن هذا المنطلق فإنه خلال بعض الفترات يكون أقرب للشمس من نبتون، وهو ما حدث بين عامي 1979 و1999، ويتسم مداره كذلك بميل شديد بالنسبة لمستوى البروج يصل إلى 17 درجة. وبسبب بعده فإن دراسة بلوتو صعبة للغاية، حيث لم يتم التحليق عليه أبدا بالمركبات الفضائية، ولذلك ظل الغموض يحيط به حتى عام 1978 حين اكتشف أن له قمرا تابعا كبيرا هو شارون، يقع على مسافة 19600 كيلومتر. وإحدى الخصائص الملحوظة لهذا الزوج من الأجرام تكمن في واقع أن زمن دورة الكوكبين حول نفسهما متطابقة، بل ويساوي كذلك مدة دوران كل منهما حول الآخر نحو 6 أيام أرضية. إننا هنا بصدد ظاهرة استثنائية تماما، فالجرمان يتواجهان دوما بالوجه ذاته، ومن ثم يبدو كل منهما ثابتا في سماء الآخر. وظل الأمر على هذا المنوال حتى عام 2005، حيث تم اكتشاف قمرين صغيرين آخرين تابعين لبلوتو هما ميكس وهيدرا عن طريق المركب الفضائي هابل. وبفضل ظاهرة شديدة الندرة وهي مرور الأرض في مستوى مدار تلك المنظومة بين عامي 1985 و1990، نجح الفلكيون في رصد سلسلة من ظواهر الكسوف المتبادلة بين الجرمين الرئيسين، مكنتهم من استنباط أبعاد الجرمين، حيث قدروا قطر بلوتو ب 2300 كيلومتر وقطر شارون ب 1200 كيلومتر. ولعلنا نلحظ أن المسافة التي تفصل بين الجرمين لا تزيد بهذا الشكل على 8 أمثال قطر بلوتو. وقد كشفت عمليات الرصد الطيفي أن سطح بلوتو مغطى بالجليد، ويتكون في المقام الأول من النيتروجين مع قليل من الميثان، مع غلاف جوي خفيف للغاية يسوده ضغط جوي أضعف 100 ألف مرة من الضغط الجوي الأرضي، ودرجة الحرارة في المتوسط تبلغ 220 درجة مئوية تحت الصفر. عنوان إيريس: وثمة كوكب متقزم آخر بعد نبتون هو إيريس، وتم اكتشافه عام 2005 في صور ملتقطة في عام 2003 من مرصد جبل بالومار.
وتفيد قياسات المركب الفضائي هابل أن قطر إيريس يناهز 2400 كيلو متر، وهو ما يزيد قليلا على قطر بلوتو. ويدور الكوكب الضئيل في مدار شديد البيضاوية، وبعده عن الشمس يتراوح بين 38 و 98 وحدة فلكية، أي ما بين 5.6 و 14.6 مليار كيلو متر. وكشفت كذلك عمليات رصد أخرى بالمركب كيك عن وجود قمر آخر هو ديزنوميا، ويدور حول إيريس على مسافة نحو 36 ألف كيلو متر، عنوان هيوما وماكماك. وفي نهاية المطاف في عام 2008 تم تعريف كوكبين آخرين هما هيوما وماكماك بكونهما متقزمين، وكان قد تم اكتشاف هيوما في عام 2005 من مارسة سييرا نيفادا، وتتراوح مسافته عن الشمس بين 35 و 51 وحدة فلكية، وله تابعان هما هاي إياكا وناماكا. ويدور الكوكب المتقزم بسرعة كبيرة للغاية حول نفسه في 4 ساعات، وشكله بالتالي بيضاوي أكثر منه كري بقطر أعظم يبلغ 2000 كيلو متر، وقطر أدنى يبلغ 1000 كيلو متر. وتم الكشف عن ماكماك بواسطة مركب آلي بمرصد جبل بالومار عام 2005، ويتراوح بعده عن الشمس بين 39 و 53 وحدة فلكية، وليس له تابع معروف، ويبلغ قطره نحو 1600 كيلو متر. وهيوما مستمد من اسم إله الخصوبة والميلاد في ميثولوجيا هاواي، أي أما مكماك فهو منسوب لاسم خالق الإنسانية ورب الخصوبة في ميثولوجيا جزر الفصح. عنوان المذنبات. كانت الخطوات الأولى في دراسة المذنبات هي تلك التي اتخذها الفلكي الإنجليزي إدمونت هالي. بدأ الأمر بملاحظاته نوعا من التشابه بين حالات ظهور المذنبات في أعوام 1531 و 1607 و 1682، ومن هذا المنطلق طرح فكرة أن الحالات الثلاثة هي لجرم سماوي واحد، مستندا في ذلك إلى القوانين التي كان قد وضعها حديثا إسحاق نيوتن لحساب مدار ذلك الجرم. ومن ثم تكهن بعودته في عام 1758، وهو ما حدث بالفعل. وهكذا كشف مذنب هالي عن طبيعته الحقيقية، جرم يتحرك في مدار مسطح للغاية ويمضي معظم وقته عند تخوم المجموعة الشمسية، لكن يأتي بشكل دوري ليزور الشمس ولا يمكن رؤيته إلا في ذلك الوقت. والمذنبات هي أجرام صغيرة لا يزيد قطرها على عدة كيلومترات، ويتكون ثلاثة أرباعها من الجليد، وبالتحديد من الجليد المائي والباقي من الغبار الغني بالكربون. وبفعل مداراتها فإن تلك الأجرام تمضي الجانب الأكبر من وقتها في مناطق بعيدة عن الشمس بعد نبتون وبلوتو، وهي بالتالي شديدة البرودة وعلى هيئة صلبة. في وقت المرور الدوري بالقرب من الشمس تحدث الظواهر التي تجعل المذنبات تتألق، ففي الواقع على بعد عدة وحدات فلكية من الشمس وتحت تأثير الأشعة الشمسية تسخن الثلوج الموجودة على سطح نواة المذنب وتتبخر ساحبة معها جزيئات الغبار، ويظهر حينذاك حول النواة غلاف منتشر من الغاز والغبار هو ذيل المذنب، والذي قد يصل طوله إلى 100 ألف كيلو متر، والذي يستمر في الكبر مع الاقتراب من الشمس. إن ذلك الغلاف يكون مضيئا بشدة بسبب إشعاع الغاز به، وأيضا بسبب انعكاس أشعة الشمس على الغبار. وحين يقترب المذنب من الشمس تحدث ظاهرة أخرى أكثر إبهارا، فالرياح الشمسية وضغط إشعاعها يجذبان ذلك الذيل ويمنحانه شكلا شديد الاستطالة وطولا مبهرا يمتد لملايين الكيلومترات، بل يمتد أحيانا لمدى وحدة فلكية كاملة.
وهكذا يظهر هذا الذيل للمذنب والذي ربما يعد الظاهرة الفلكية الأكثر إبهارا من بين الظواهر القابلة للرصد بالعين المجردة. وحول ذلك الذيل يوجد غلاف هائل غير مرئي من الهيدروجين الذي ينبع من التفاعلات الكيميائية بين الفوتونات الشمسية وجزيئات الماء المنبعثة من نواة المذنب. وجدير بالذكر أنه في معظم الأحيان يكون هناك في الواقع ذيلان، أحدهما مستقيم والآخر منحني، وهذان الذيلان يتكونان من عناصر مختلفة. الذيل الأول يتكون من الغبار المندفع بفعل ضغط إشعاع الفوتونات الشمسية، وتلك العملية تكون بطيئة نسبيا، واندفاع الذيل يتعرض بالتالي لتأثير حركة المذنب ويصبح منحنيا. أما الذيل الثاني فيكون مكونا من أيونات تطيح بها الرياح الشمسية، وفي تلك الحالة تكون العملية عنيفة وسريعة لأن الأيونات تكون خفيفة للغاية، ويكون الذيل بالتالي مستقيما ومدببا في الاتجاه المقابل للشمس. والمذنب الأكثر شهرة هو بالتأكيد مذنب هالي الذي يزورنا كل 76 عاما، والذي رصد من قديم الزمن في عام 240 قبل الميلاد، وكان مروره الأخير في عام 1986، وقد تم رصده في تلك الفترة بخمسة مركبات فضائية أرسلت لنا العديد من المعطيات حول نواته وجسمه وذيله. وكان أقل مسافة اقترب هي 600 كيلو متر من النواة للمركبة الأوروبية جيوتو التي نجحت في التقاط صور للنواة كاشفة جسما قاتما للغاية على شكل ثمرة البطاطس بطول 16 كيلو متر وعرض 8 كيلو. ونجحت المركبة أيضا في الكشف عن مناطق انبعاث دفقات من الغبار على الجانب الذي تضيئه الشمس عنوان حزام كويبر وسحابة أورت. يعرف الفلكيون منذ وقت طويل أن ثمة نوعين مختلفين من المذنبات، أولا تلك التي تتسم بدورة قصيرة تقل عن 200 عام مثل مذنب هالي، ومن خصائص مدارتها أنها تقع في المستوى البروجي على غرار الكواكب. ثم تأتي المذنبات طويلة الدورة والتي تزيد دوراتها على 200 سنة، وبوجه خاص تلك التي لم يتم رصدها سوى مرة واحدة والتي تقدر دوراتها بعدة ملايين من السنوات، وتكون مداراتها عملاقة وموزعة عشوائيا في السماء دون اتجاه خاص. ذلك التقسيم لمجموعتين قاد الفلكيين إلى استنتاج وجود مخزنين منفصلين للمذنبات، حزام كويبر وسحابة أورت على اسم الفلكيين جيرارد كويبر وجان أوروت اللذين تخيلا وجودهما في الخمسينات. وتأتي مذنبات قصيرة الدورة من حزام كويبر المنطقة الموجودة في مستوى المنظومة الشمسية بعد مدار نبتون. ذلك الحزام يبدأ على الأرجح عند نحو 30 وحدة فلكية ويمتد حتى مئات الوحدات الفلكية، ويحتوي طبقا لتقديرات العلماء على 200 مليون جرم صغير مجمد قابل لأن يصبح مذنبا. وبعض الفلكيين يعتقدون أن حتى ترايتون وبلوتو وشارون هي أجرام من ذلك الحزام، لكن تتميز فقط بحجمها الاستثنائي ومداراتها. ويقال أن التقلبات الجاذبية التي تشهدها الكواكب العملاقة هي التي تتسبب من وقت لآخر في تغيير مدار أحد تلك الأجرام وتدفعه ليهوي نحو الشمس. وبالنسبة للمذنبات طويلة الدورة فإن مصدرها هو سحابة أوروت، وتمتد تلك السحابة لمسافة تتراوح بين 30,000 و 100,000 وحدة فلكية، وتضم مئات المليارات من الأجرام. في تلك المناطق البعيدة تقع نوايات المذنبات على مسافة تبلغ نسبة لا يستهان بها من المسافة التي تفصلها عن أقرب النجوم. ومن الوارد إذن أن يكون من شأن هذه النجوم أن تتعرض لتقلبات جاذبية تدفع بإحدى نوايات السحابة على الاندفاع إلى داخل المجموعة الشمسية. وسحابة أوروت تتكون على الأرجح من أجرام تم لفظها في الساعات الأولى لنشأة المنظومة الشمسية
بفعل ظواهر مثل الصدى بالنسبة للكواكب العملاقة. وفي المقابل يعتقد العلماء أن أجرام حزام كويبر نشأت على الأرجح في موضعها ذاته. ومن بين الطفرات الحديثة في دراسة المجموعات الشمسية اكتشاف أجرام صغيرة الحجم أبعد من مدار نبتون ولها مدارات دائرية، وهو ما يميزها عن المذنبات المعتادة. في هذا السياق كشفت صور للسماء تلتقط منذ عام 1992 بفترات تعريض كبيرة عن أجرام موجودة على بعد مسافات تتجاوز 30 وحدة فلكية، ومعظمها يبلغ قطره عدة مئات من الكيلومترات. وأكدت نتائج عمليات الرصد هذه وجود حزام كويبر الذي لم يكن حتى ذلك الوقت سوى فرضية نظرية. وإذا كانت عمليات الرصد من سطح الأرض لا تتيح سوى رصد الأجرام شديدة الإضاءة وبالتالي كبيرة الكتلة، فإن المركب الفضائي هابل هو الذي رصد عام 1994 للمرة الأولى أجراما من حزام كويبر ضئيلة الحجم قد لا يزيد قطرها في بعض الأحيان على عدة كيلو مترات. 5. عنوان الشمس والنجوم. عنوان الشمس: كان ينبغي الانتظار حتى القرن السابع عشر ليتبين الفلكيون في نهاية المطاف أن الشمس ليست جرما خاصا في الكون لكن مجرد نجم مثل غيره، والأمر الوحيد الذي يميزها عن النجوم الأخرى هو قربها من كوكبنا، وبذلك تكون الشمس النجم الوحيد القريب من الأرض بدرجة تكفي لدراسته تفصيليا، والنجم الوحيد الذي يمكننا رصد سطحه والبيئة القريبة منه بدقة. وفضلا عن أهمية هذه الدراسة في حد ذاتها، فإنها تمثل كذلك خطوة رئيسية في فهمنا العام للنجوم. والشمس هي جرم بسيط نسبيا يتجسد في كرة عملاقة من الغاز يبلغ قطرها 1.4 مليون كيلو متر، أي 110 أمثال حجم الأرض، وتصل كتلتها إلى 2000 مليار 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 كيلو جرام، أي 330 ألف مرة مثل كتلة الأرض. ويتكون نحو 75% من تلك الكتلة من الهيدروجين و25% من الهيليوم، ونسبة ضئيلة جدا 0.1% من عناصر أثقل. عنوان التركيبة الداخلية: وجوف الشمس يتسم بظروف تجعل من المحال رصده، ومن ثم فإنه ينبغي اللجوء لتكوينات نظرية لوصف الظواهر التي تحدث به وتحديد تكوينه الداخلي. ولقد أوضحت تلك الدراسات أن جوف الشمس منقسم لثلاث مناطق هي النواة والمنطقة المشعة ومنطقة الحمل الحراري. والنواة هي الجزء الذي يولد حرارة الشمس بسبب التفاعلات النووية، والحرارة بها مرتفعة إلى أقصى حد حيث تناهز 15 مليون درجة كلفن، وتلك المنطقة تمثل نحو 25% من قطرها. ونظرا لكثافتها الكبيرة فإنها تحتوي على 60% من الكتلة الكلية لنجمنا، وتحيط بالنواة المنطقة المشعة التي تمثل 55% من نصف قطر الشمس. وفي تلك المنطقة تنتقل الطاقة الناشئة في النواة إلى الخارج بواسطة الفوتونات. ذلك النمط في نقل الحرارة يكون بطيئا للغاية لأن الفوتونات يتم امتصاصها بشكل متواصل ثم يعاد إطلاقها عبر كل الجزئيات الموجودة، ولذلك يقدر الزمن الذي يستغرقه فوتون واحد ليفلت من الشمس بمئات الآلاف من السنين، في حين أن ذلك الإفلات لا يستغرق سوى عدة ثوان إذا لم يكن ثمة عقبات في طريقه. في النهاية فإننا نصل للطبقة الخارجية وهي منطقة الحمل الحراري التي تمثل 30% من قطر الشمس، والتي تنخفض بها درجة الحرارة إلى أقل من مليون كلفن. في تلك الطبقة تنطلق الطاقة بالحمل الحراري أي بحركة مجمل المادة الموجودة،
والغاز الساخن المنبعث من الأعماق يصعد بها بهذا الشكل إلى السطح ويحرر الطاقة ويبرد، ثم يعود ويغوص مرة أخرى نحو الداخل وهلم جرة. عنوان السطح والبقع الشمسية والمغناطيسية: الطابع المحبب لسطح الشمس. ومع استمرار الابتعاد إلى الخارج فإننا نصل بعد ذلك لما يمكن اعتباره سطح الشمس، على الرغم من أنه لا يمكن في الواقع الحديث عن حدود واضحة. وتسمى هذه المنطقة الفوتوسفير، ويبلغ سمكها مئات الكيلومترات، والحرارة لا تنخفض فيها إلا بشكل طفيف من 6000 إلى 4000 كلفن، لكن الكثافة بها تقل بشكل سريع. لهذا السبب فإن كل طبقات الغاز الموجودة بعدها تكون خفيفة للغاية وبالتالي منفذة للضوء. بهذا الشكل فإن الفوتوسفير هو آخر طبقة غير منفذة للضوء ولامعة، وتجسد الشكل الذي نراه حين ننظر للشمس. فضلا عن ذلك، بما أن انخفاض الكثافة يكون سريعا للغاية، فإن حدود تلك المنطقة تكون واضحة المعالم، وهو ما يفسر لماذا يمتلك قرص الشمس حدودا واضحة وليس حدودا مطموسة. ولا يتسم سطح الشمس بالاستواء مطلقا، فعمليات الرصد ذات النقاء المرتفع تظهر في الواقع أن الفوتوسفير على هيئة حبيبات، ففي كل لحظة هناك ملايين الحبيبات تظهر على القرص الشمسي بحجم متوسط يبلغ 1000 كيلومتر، وتظهر الصور المتعاقبة. فضلا عن ذلك، أن مظهر السطح يتغير بشكل سريع لأن كل حبيبة لا تعيش إلا لعدة دقائق. وبفضل التحليل الطيفي، فقد كشف الفلكيون أن تلك الحبيبات مرتبطة بالحمل الحراري في الطبقات القريبة من السطح، فالغاز الساخن المنبعث من الأعماق يبلغ السطح ويتخلل الحبيبات، ثم يتمدد وتنخفض درجة حرارته قبل أن يعود ليغوص نحو الداخل على حواف الحبيبات. بهذا الشكل فإن الغاز الموجود في جوف الحبيبات تكون درجة حرارته أعلى بمقدار 300 كلفن عن الغاز الموجود قرب الحواف، وذلك الاختلاف في الحرارة وبالتالي في الإضاءة هو الذي يطفي الطابع الحبيبي لقرص الشمس. وتجدر الإشارة إلى أنه في الطبقات الأعمق تحدث تحركات أخرى للغاز على مستوى أكبر، وهذه التحركات تولد خلايا ضخمة قد يصل قطرها لثلاثين ألف كيلومتر، ولها فترة حياة تقدر بنحو يوم واحد. عنوان البقع الشمسية وسمة ظواهر أخرى تؤثر على شكل سطح الشمس لكن بصورة مؤقتة أطول. والبقع الشمسية هي المثال الأبرز، بما أن الفلكيين الصينيين كانوا يرصدونها بالفعل منذ أكثر من 1000 عام. إنها مناطق صغيرة قاتمة موجودة على الفوتوسفير، وقطرها يتراوح بين عدة آلاف وعدة مئات آلاف من الكيلومترات، وتستمر بين عدة أيام وعدة شهور. وتبين عمليات الرصد فضلا عن ذلك مناطق لامعة تدعى عيون الشمس، وهي تظهر قبيل ظهور البقعة وتستمر لعدة أسابيع بعد اختفاء تلك البقعة. وقد أظهرت عمليات الرصد المستمر للشمس أن عدد البقع ليس ثابتا، لكنه يتغير بشدة من فترة لأخرى، ويتراوح بين الصفر وقيمة قصوى في دورة تستمر 11 عاما. وآخر حد أقصى تم تأريخه حدث في عام 2000، وكان الوقت المتوقع الذي يليه هو عام 2011. إن البقع الشمسية هي مناطق من الفوتوسفير تكون حرارتها أقل بشكل طفيف من المتوسط نحو 4000 كلفن بدلا من 6000، وهي بالتالي تبث قدرا أقل من الضوء مقارنة بجارتها، وتبدو قاتمة بسبب تباين الضوء. وكشف التحليل الطيفي لها تمتعها بمجال مغناطيسي شديد، وذلك المجال المغناطيسي هو على الأرجح سبب اختلاف درجة الحرارة، رغم أن الآلية الدقيقة لكيفية حدوث ذلك ليست واضحة بعد. وقد طرحت عدة فرضيات تقول إحداها بشكل خاص بأن من الوارد أن يكون المجال المغناطيسي يمنع تيارات الغاز الساخن
الصاعدة من بلوغ السطح، لكن من الوارد كذلك أن ثمة موجات مغناطيسية كثيفة تتولد على مستوى البقع، وهو ما قد يؤدي لفقد للطاقة وبالتالي لحدوث تبريد. عنوان الدورة الشمسية: وترتبط دورة الأحد عشر عاما للبقعة الشمسية بوجود مجال مغناطيسي مصحوب بظاهرتين أخريين، الدوران المتباين للشمس وحركة الحمل الحراري قرب السطح. وعبارة الدوران المتباين للشمس تعني أن نجمنا لا يدور حول نفسه ككتلة مثل الجسم الصلب، لكن بالعكس، فإن كل منطقة عند خط عرض معين تدور بسرعة مختلفة عن الأخرى. على سبيل المثال، قرب القطبين تستغرق دورة كاملة 35 يوما، في حين أنها لا تمتد لأكثر من 25 يوما قرب خط استواء الشمس. لكي نشرح كيف تحدث دورة الأحد عشر عاما فلنلجأ لمفهوم خطوط المجال. الأمر يتعلق بخطوط تخيلية توضح اتجاه المجال المغناطيسي في كل النقاط، وهي مفيدة للغاية كوسيلة لعرض المشهد في فترة السكون حين لا يكون هناك بقع مرئية. فإن خطوط المجال تصل ببساطة بين قطبي الشمس مع اتباع محور الشمس بدرجة أو بأخرى. وهنا يبدأ الدوران المتباين في التأثير على الأمور، فبسببه في الواقع تدور خطوط المجال بشكل أسرع قرب خط الاستواء عنها في القطبين، ويجبرها ذلك على الالتفاف حول نفسها والاقتراب من بعضها البعض. وبعد عدد كبير من الدورات تتخذ خطوط المجال في نهاية المطاف أشكالا حلزونية ملتفة بشدة حول نفسها وشديدة التركز في المناطق الاستوائية، وهو ما يولد مجالا مغناطيسيا شديد الكثافة. في الوقت ذاته تؤثر تنقلات الحمل الحراري قرب السطح هي الأخرى على خطوط المجال، فتعمل على إعوجاجها وليها، ويكون من الممكن أن ينسلخ من وقت لآخر أحد خطوط المجال من منطقة الحمل الحراري تحت تأثير التوائه الشديد ويشكل عقدة خارج الشمس. وعند طرفي قاعدة تلك العقدة حيثما يخترق خط المجال طبقة الفوتوسفير، تظهر حينذاك بقعتان شمسيتان، واحدة عند كل طرف، وبهذا الشكل تولد شيئا فشيئا البقع الشمسية أزواجا أزواجا أزواجا، وتغطي الشمس بالبقع القاتمة. في نهاية المطاف في منتصف الدورة تؤدي زيادة العقد لتفاعل مشترك بين مختلف المناطق المغناطيسية، وهو التفاعل الذي يؤدي لتناقص عام في الكثافة وإعادة توزع خطوط المجال بين مختلف البقع. وحين تنتهي تلك المرحلة من التداخل وتعاود خطوط المجال اتخاذ الشكل الحلزوني شديد الالتفات لكن في الاتجاه المعاكس لسابقه، وتكون المرحلة المتبقية لتأثير الدوران المتباين مقتصرة على فك التفاف خطوط المجال لكي تعود إلى مظهرها الأولي، ولكي تعود الشمس لفترة هدوء دون بقع شمسية. عنوان الكروموسفير والهالة والرياح الشمسية. الكروموسفير: فلنكمل رحلتنا إلى خارج الشمس بمغادرة الفوتوسفير، فإننا ندخل في طبقة خفيفة للغاية تدعى الكروموسفير. تلك الطبقة لها سمك يبلغ عدة آلاف من الكيلومترات، وترتفع درجة الحرارة بها من 4000 إلى 10000 كلفن. وبسبب كثافتها الضعيفة، وهي جزء من المليون من كثافة طبقة الفوتوسفير، تتسم تلك الطبقة بأنها شبه شفافة، وبالتالي لا تكون مرئية في صميم النهار. ومع ذلك يمكن رصدها إبان حالات الكسوف، وتبدو حينذاك مثل حلقة حمراء رقيقة للغاية تحيط بقرص القمر. وسمت طريقة بسيطة نسبيا لدراسة الكروموسفير دون انتظار حدوث الكسوف، وتتمثل في رصد الشمس في طول موجي خاص يتناسب مع نطاق من طيف الهيدروجين يدعى اتش الفا. في هذا الطول الموجي تمتص ذرات الهيدروجين في الكروموسفير ضوء الفوتوسفير وتعيد بثها للخارج، وبالتالي عند رصد الشمس تكون طبقة الفوتوسفير غير مرئية ولا يظهر سوى الكروموسفير. لقد أظهر ذلك النوع من الرصد بشكل خاص أن الكروموسفير بعيد عن أن يكون متجانسا، فحدوده الخارجية يخترقها العديد من البروزات العمودية
تدعى الشوك، وتمتد فترة وجودها في متوسط العشر دقائق. إنها انبعاثات غازية يبثها الكروموسفير بسرعة 20 كيلومترا في الثانية، وتخترق المنطقة الخارجية على مسافة عدة آلاف من الكيلومترات. عنوان الهالة الشمسية. وبالاستمرار في الابتعاد عن الشمس، فإننا نبلغ الحدود الخارجية للكروموسفير على بعد عدة آلاف من الكيلومترات من السطح. عند ذلك الحد، فإن درجة الحرارة تزداد فجأة بشكل مذهل لتبلغ سريعا جدا مئات الآلاف كلفن. لقد دخلنا في الهالة الشمسية. تمتد تلك المنطقة لملايين الكيلومترات، وتتسم بأنها متغيرة للغاية. إنها أيضا أقل كثافة من سابقتها، حيث تكون بنسبة 1 إلى 10 مليارات من كثافة الفوتوسفير، وتصل درجة حرارتها إلى حد أقصى يناهز عدة ملايين كلفن. إن إحدى الظواهر الأكثر جمالا على مستوى الهالة هي تكون النتوءات، وهي أعمدة عملاقة من غاز أقل سخونة لكن أكثر كثافة من غاز الهالة، وتتولد قرب السطح، ويمكنها أن تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات. وبعضها التي توصف بالهادئة تأخذ شكل القوس، ويمكن أن تبقى لعدة شهور. وأخرى تدعى الانفجارية تكون شبه عمودية، وتتطور سريعا في عدة دقائق. وتظهر هذه النتوءات إما فيما وراء القرص الشمسي على شكل ألسنة لهب طويلة لامعة، أو على القرص حيث تبدو قاتمة للغاية بالتباين الضوئي مع الخلفية اللامعة، ونطلق عليها أيضا اسم الخطوط الضوئية. وتتعرض الهالة أحيانا للإضطراب تحت وطأة ظواهر أكثر عنفا تدعى الاندلاعات الشمسية، ففي عدة دقائق تشهد مناطق صغيرة من الهالة الداخلية ارتفاعا حادا في درجة حرارتها حتى 5 ملايين كلفن، وتبقى عند ذلك المستوى لما يقارب الساعة. وخلال تلك الفترة يمكن لتلك المناطق المحدودة أن تحرر نسبة لا يستهان بها من الطاقة الإجمالية التي تطلقها الشمس. وفضلا عن ذلك، تكون الاندلاعات في أغلب الأحوال مصحوبة بقصف كتل من الهالة مليارات الأطنان من المادة، يتم قصفها بهذا الشكل نحو وسط ما بين الكواكب بسرعات تبلغ عدة مئات من الكيلومترات في الثانية. وقد تم الكشف عن تفاصيل أخرى حول العمليات التي تحدث في الهالة عن طريق الرصد في نطاق أشعة إكس. ففي الواقع، بما أن درجة حرارة الغاز بالهالة تبلغ عدة ملايين كلفن، فإن معظم الإشعاعات المنبعثة تكون في هذا النطاق للطول الموجي. ولا شك أن مثل عمليات الرصد هذه لا يمكن أن تتم إلا من الفضاء، وبالتالي تم إطلاق عدة معدات فضائية لإجراء عمليات الرصد على أفضل صورة، لا سيما بواسطة المحطة الأمريكية سكاي لاب في منتصف السبعينات، والقمر الصناعي SMM في الثمانينات، والمركبة الأوروبية سوهو في عام 1995. لقد أظهرت عمليات الرصد في نطاق أشعة إكس أن توزيع الغاز في الهالة غير متجانس بالمرة، وقد حددت تلك العمليات بشكل خاص نوعين خاصين من المناطق. أولا، المناطق الناشطة، وهي مناطق شديدة اللمعان في نطاق أشعة إكس، تخضع لمجال مغناطيسي كثيف ومرتبط على الأرجح بالبقع الشمسية في طبقة الفوتوسفير. وثانيا، ثقوب الهالة، وهي مناطق قليلة الإضاءة في نطاق أشعة إكس، وتتسم كثافة وحرارة الغاز بها بأنها أضعف من المتوسط. وهذه الثقوب هي التي تمر من خلالها معظم الكتل المندفعة بشدة قبل مغادرة الشمس. عنوان الرياح الشمسية. ولما كانت درجة الحرارة مرتفعة إلى أقصى حد في الهالة، فإن سرعة تحرك الجزيئات تكون كبيرة بما يكفي لأن تنجح في الإفلات من جاذبية الشمس. وحتى في فترات الهدوء النسبي، فإن كمية كبيرة من الإلكترونات والبروتونات والجزيئات الأخرى المشحونة بالطاقة نحو 2 مليون طن من المادة في الثانية تفر من الشمس وتضيع في وسط ما بين الكواكب. وبذلك كلما ابتعدنا عن الشمس تناقص وجه تشابه الهالة بالغلاف الجوي، وتتحول لدفقات مستمرة من الجزيئات تدعى الرياح الشمسية. وبما أن كثافة الغاز والضغط تقلان مع الابتعاد عن الشمس،
فإن الجزيئات تكتسب شيئا فشيئا سرعات متزايدة حتى تتجاوز بشكل كبير سرعة الضوء. وعلى مستوى الأرض فإن سرعتها تكون بمعدل نحو 500 كيلو متر في الثانية، وبكثافة 10 جزيئات في السنتيمتر المكعب. عنوان حركة النجوم وبعدها: حتى منتصف القرن الثامن عشر، كلما كانت النجوم غير الشمس تمثل أهمية قلما حتى منتصف القرن الثامن عشر قلما كانت النجوم غير الشمس تمثل أهمية للفلكيين. ففي الواقع، بينما كانت الكواكب تنتقل في السماء وكانت تبدو تفاصيلها مرئية بالمركب، كانت النجوم تبدو ثابتة تماما في موقعها ولا يبدو عليها أي تغيير حتى بالنسبة لأفضل المعدات. وكانت دراسة النجوم مقتصرة بالتالي على قياس الإحداثيات وتقديم كتالوجات. كان يبدو في تلك الحقبة أن تلك الأجرام ستبقى دوما بعيدة المنال وخارج مجال العلم. وكانت الثورة الأولى في عام 1718 حين أثبت إدموند هالي، مكتشف مذنب هالي، أن النجوم ليست ثابتة في السماء، فقد انكب على رصد مواقع العديد من النجوم وقارن نتائجه بعمليات رصد أقدم بعد الأخذ في الحسبان بتغير وضع الأرض، وتبين له أن بعض النجوم أن بعض المواقع لم تكن مطابقة. وهو ما لم يكن له من تفسير إلا أن النجوم المعنية تحركت مع الوقت. لقد فقد مبدأ ثبات السماء بهذا الشكل ما بقى له من دلالة. فالنجوم ليست ثابتة في كرة هائلة، لكن يمكنها التحرك بحرية بعضها بالنسبة لبعض. وبرصدها من الأرض فإن ذلك يترجم بتغيرات طفيفة في مواقعها في السماء بمعدل ثانية قوسية في العام بالنسبة للنجوم الأكثر قربا. وكانت المرحلة الثانية في دراسة النجوم تتمثل في تحديد المسافة التي تفصلها عن الأرض. هل هي موجودة على سبيل المثال عند حدود المجموعة الشمسية أم 1000 مرة أبعد أو ربما 1000000 مرة أبعد؟ إنها مسألة أساسية بما أنها تتعلق بشكل أشمل بحجم الكون. هل ذلك الكون مقتصر على المجموعة الشمسية أم يمتد لأبعد من ذلك؟ طريقة قياس اختلاف الرؤية. كانت الطريقة الأولى التي ابتدعها علماء الفلك لقياس مدى بعد النجوم ترتكز على قياسات دقيقة لمواقع النجوم ولظاهرة اختلاف الرؤية. ولفهم هذه الظاهرة يمكنك القيام بتجربة شديدة البساطة. قف على بعد عدة أمتار من أحد الجدران ومد ذراعك اليمنى وارفع إحدى أصابعك ولاحظ موضعها بالنسبة للجدار. حرك رأسك الآن بالتبادل يمين ويسار دون تحريك ذراعك. لو الأمور سارت بشكل جيد فإن الموضع الظاهري لأصبعك بالنسبة للجدار لابد أن يتغير. هذه هي الظاهرة المعنية: التغير في رؤية الموقع الظاهري لجرم بعيد نتيجة لتغير موضع الراصد، وهي ما نسميه اختلاف الرؤية. لقد حاول الفلكيون مبكرا للغاية استخدام اختلاف الرؤية لقياس مسافة النجوم في الواقع. إذا استبدلت بأصبعك نجما قريبا واستبدلنا بالجدار خلفية من نجوم أخرى شديدة الابتعاد فإن نفس الظاهرة ستحدث. وبسبب دوران الأرض حول الشمس فإن الراصد من الأرض يكون في حالة حركة. من هذا المنطلق فإن الموقع الظاهري لنجم قريب بالنسبة لخلفية مكونة من النجوم الأبعد يتغير باستمرار بشكل طفيف. ولو كان التغير الزاوي الطفيف قابلا للقياس فإنه يمكننا الاستعانة ببعض المعرفة الهندسية حساب المسافة بيننا وبين ذلك النجم. الصعوبة الكبرى في تلك التقنية تكمن في واقع الأمر في أن النجوم حتى الأقرب منها للأرض شديدة الابتعاد، وبالتالي فإن اختلاف الرؤية الخاص بها أي الزاوية التي تحددها حركتها الظاهرية يكون ضعيفا للغاية. وظلت المحاولات مستمرة بلا جدوى إلى أن حل عام 1837 حيث تحقق أول قياس حين نجح الفلكي الألماني ويلهلم بيسل في قياس اختلاف الرؤية للنجم 61 الدجاجة وتحديد زاوية الاختلاف بمقدار ثلث ثانية قوسية. وبمعرفة مقدار نصف قطر مدار الأرض
وهو 150 مليون كيلومتر، فقد كان بمقدوره حساب بعد النجم وهو 100 ألف مليار كيلومتر، أي 680 ألف وحدة فلكية أو 11 سنة ضوئية. وبهذا المقدار أدرك الفلكيون أخيرا مدى اتساع الفضاء بين النجمي ومدى ضئالة حجم المجموعة الشمسية بالنسبة للكون. عنوان: مقياس المسافات. ولتحقيق تصور أفضل لهذه المسافات الكونية، فلنتخيل نموذجا مصغرا لجوار الشمس باستخدام مقياس للمسافات. فلنقل إن 10 أمتار تمثل وحدة فلكية، والشمس والأرض إذن ستمثلان بكرتين قطرهما على التوالي 90 و 0.8 ملي متر، ومنفصلتين بمسافة 10 أمتار. وإذا أضفنا جسمين آخرين من المجموعة الشمسية في موقعيهما، سيكون المشترى على بعد 52 مترا من الشمس، وبلوتو على بعد 400 متر. والآن فلنحدد موضع النجوم القريبة. النجم 61 الدجاجة ينبغي أن يكون موجودا في هذا النموذج على بعد 6700 كيلو متر من الشمس، أي لو أن النموذج موجود في باريس فيكون موقع 61 الدجاجة في شيكاغو. أما النجم الأقرب من الشمس وهو بروكسيما كونتوروس، فسوف يقع على بعد 2700 كيلو متر من باريس، أي عند موسكو. بهذا الشكل فإنه حتى النجوم الأقرب موجودة على مسافات خيالية تزيد بآلاف المرات على مسافة بلوتو، وهي مسافة في حد ذاتها هائلة مقارنة بالمقاييس العادية. ولتجدر الإشارة أيضا إلى أن أقصى مسافة قطعها الإنسان في الفضاء، وهي المسافة من الأرض إلى القمر، لا تمثل في نموذجنا سوى نحو 26 ملي مترا. لكن فلنعد الآن لحساب المسافات باستخدام طريقة اختلاف الرؤية. إن العامل الأساسي الذي يحد هذا المنهج هو وجود الغلاف الجوي الأرضي في الواقع. وعلى نحو ما أسلفنا، فإن الاضطرابات الجوية تؤدي إلى تشويه صورة السماء وتضع حدودا لدقة القياسات، أيا كان حجم وجودة أدوات الرصد المستخدمة. تلك الحدود تكون بمقدار كسور من الثانية القوسية، وبسببها فإن قياسات المسافات بطريقة اختلاف الرؤية لا تقدم نتائج جيدة إلا لمسافات لا تزيد على 100 سنة ضوئية، وهو ما يقلل بشكل كبير عدد النجوم القابلة للرصد. والحل الحديث لعلاج تلك المشكلة هو وضع أداة الرصد خارج الغلاف الجوي الأرضي، وهو ما تم تنفيذه عام 1989 بإطلاق قمر صناعي للقياس الفلكي يدعى هيباركوس. وبتخلصه من مشكلات الاضطرابات الجوية، فقد كان ذلك القمر قادرا على تحديد وضع النجوم حتى عدة أجزاء من الآلاف من الثانية القوسية، الأمر الذي أتاح رصد حالات اختلاف الرؤية حتى مسافة 1500 سنة ضوئية من الشمس. وللتدليل على إمكانات هيباركوس، نسوق حالة النجم 70 فيرجينيس. فالتقديرات المبنية على القياسات الأرضية كانت شديدة التباين، حيث تراوحت بين 29 وبين 102 سنة ضوئية. أما القمر الصناعي هيباركوس فقد رصد ذلك النجم بدقة، وحدد مسافته ب 59 سنة ضوئية بنسبة خطأ 1%، أي مسافة نصف سنة ضوئية تقريبا. عنوان: طريقة نقطة التلاقي. لكن منذ قرن مضى لم يكن لدى الفلكيين أقمار صناعية، وكان عليهم إذن العثور على منهج آخر لقياس المسافات الأكبر من 100 سنة ضوئية. وقد توصلوا إلى ذلك بابتكار تقنية جديدة تدعى طريقة نقطة التلاقي، وكانت ترتكز على قياسات التحركات الظاهرية لبعض النجوم. لقد رأينا أن النجوم ليست ثابتة لكن تتحرك في السماء. تلك التحركات الزاوية القابلة للرصد من الأرض لا تشكل إلا جزءا من الحركة الحقيقية للنجوم. فإذا
كان على سبيل المثال سمة نجم ينتقل باتجاه الأرض فسيبدو لنا ثابتا في السماء، ومن ثم فإن الحركة الحقيقية لنجم ما يمكن تحليلها لمكونين، حركة تماسية يمكن حسابها بقياسات للموقع على غرار المذنب هالي، وحركة في اتجاه القطر أو اتجاه البصر ويمكن تقدير قيمتها بمساعدة تأثير دوبلر المنبعث عنها. وتنطبق طريقة نقطة التراقي على التجمعات المفتوحة، وهي مجموعات النجوم المكونة من العشرات أو المئات منها مثل القلاص والسرايا. إن نجوم مثل ذلك التجمع تكون مرتبطة بقوة وتتحرك كلها في نفس الاتجاه، لكن بالإسقاط على القبة السماوية فإنها تبدو كما لو كانت تلتقي عند نقطة واحدة تماما مثل جانبي الطريق، ويخال للمرأة أنهما يتقاربان مع بعضهم البعض كلما بعدت المسافة حتى يتلاقيا عند الأفق. وإذا كان موضع نقطة التلاقي معروفا وكذلك السرعات التماسية والقطرية، لكن نجوم التجمع لكل نجوم التجمع فإنه يمكن الاستعانة ببعض القوانين الهندسية تحديد مدى بعد التجمع النجمي باستخدام ذلك المنهج. اكتشف الفلكيون على سبيل المثال أن تجمع القلاس موجود على بعد 150 سنة ضوئية من الشمس، وبوجه عام وبوجه العموم فقد أتاحت تلك التقنية الحصول على نتائج مقبولة حتى مسافة 300 سنة ضوئية. عنوان إضاءة النجوم وحرارتها، عنوان شدة الإضاءة المطلقة للنجوم. فتتخيل أنك تائه في صميم الليل بوسط الصحراء وتظهر نقطة ضوئية فجأة من بعيد، ما هي تلك النقطة؟ هل مصدرها مصباح جيب على بعد 100 متر أم كشاف قوي على بعد 10 كيلومترات؟ في صميم الليل ودون أي صوت أو معلومات أخرى فإنه من المستحيل بالنسبة لك تحديد مسافة تلك النقطة الضوئية أو طبيعتها. إنها نفس المسألة بالنسبة للأجرام السماوية، فنجم قليل الإضاءة قريب من الأرض يمكن أن يتجاوز في بريقه نجم شديد الإضاءة ولكن بعيد. ينبغي إذن التمييز بين مفهومين، الإضاءة الظاهرية التي تعني مدى لمعان النجم حسب ما يبدو من الأرض، وبين شدة الإضاءة الأصلية أو المطلقة وهي الكمية الحقيقية للضوء الذي يبعثه النجم. الكم الأول يرتهن بقوة ببعد الجرم ولا يوفر بالتالي معلومات مباشرة حول طبيعة ذلك الجرم، أما الكم الثاني لا يرتهن إلا بالجرم نفسه، ومن ثم يوفر لنا معلومات حول طبيعة الجسم المعني وهو الذي ينبغي السعي إلى تحديده. وتكمن الصعوبة بالنسبة لعالم الفلك في الواقع أنه من الأرض لا يمكننا الوصول إلا للإضاءة الظاهرية للنجوم. هل يوجد إذن وسيلة للحصول على كمات مطلقة من شأنها إفادتنا بشأن طبيعة النجوم؟ هنا تتدخل طرق قياس المسافات التي أوردناها آنفا. يعلم الفيزيائيون منذ وقت طويل أن كثافة إشعاع ما تتبع قانونا محددا مؤداه أن كثافة الضوء تقل بمثل مربع نسبة تغيير المسافة التي يقطعها الضوء، وذلك يعني أننا لو قسنا اللمعان الظاهري لمصباح على بعد مسافة ما ثم ضاعفنا تلك المسافة للمثلين فإن لمعان المصباح سيضعف بنسبة 4 مرات من الأول. ويتيح ذلك القانون ببساطة تحديد الصلة الموجودة بين شدة الإضاءة المطلقة ومسافة النجم واللمعان الظاهري له، ومن ثم لو أمكن قياس اثنين من هذه العناصر فإن الثالث يمكن حسابه بسهولة، وبالتالي لو أمكن تحديد مسافة نجم ما يكفي قياس لمعانه الظاهري ثم تطبيق العلاقة الرياضية لتحديد شدة إضاءته المطلقة. وبدأت عمليات الرصد من ذلك النوع منذ توافرت المعطيات حول مسافات النجوم. لقد غطت هذه العمليات نطاقا واسعا في إطار موجات الإضاءة المتاحة، فعلى صعيد النجوم ذات الإضاءة الأضعف ظهرت أجرام لا تتجاوز شدة إضاءتها
نسبة 1 إلى 10 آلاف من شدة إضاءة الشمس، وفي المقابل تم الكشف عن نجوم عملاقة بحق تبث 1,000,000 مرة أكثر من طاقة نجمنا، وتم الكشف عن نطاقات شاسعة للإضاءة بتفاوت في النسب بين الإضاءة الصغرى والعظمى يصل إلى 1 إلى 1,000,000,000. عنوان: درجة حرارة النجوم. ومن الممكن بسهولة تحديد درجة حرارة نجم بفضل التحليل الطيفي، فيكفي إيجاد الطول الموجي لضوء النجم في شدته القصوى وتطبيق قانون وين الذي يربط بين الطول الموجي والحرارة. فلنلحظ رغم ذلك أن سمة ما يبعث على التروي، فالحرارة التي يتم حسابها بهذا الشكل هي الحرارة السائدة في الطبقات السطحية للنجم، بما أنه منها ينبعث الإشعاع الذي يتم تحليله. أما الحرارة في جوف النجم فهي ليست قابلة للقياس بشكل مباشر، ومن المحال تقديرها إلا بمساعدة نماذج نظرية. وأظهرت عمليات الرصد الطيفية أن التباين في حرارة السطح أقل بكثير منه في حالة الإضاءة، فالنجوم ذات الحرارة الأدنى تكون حمراء اللون وحرارتها تبلغ نحو 3,000 درجة كلفن، بينما النجوم ذات الحرارة القصوى تكون زرقاء اللون وتصل حرارتها إلى 50,000 كلفن. النسبة إذن بين درجات الحرارة القصوى والدنيا لا تزيد على 10. ويذكر أن حالة مختلف الغازات على سطح النجم ترتهن بشدة بالحرارة السائدة به، ومن هذا المنطلق فإن التحليل الطيفي لنجمين مختلفين في درجة الحرارة يكشف عن سمات تتيح تميزهما بسهولة. تلك الخاصية قادت الفلكيين في نهاية القرن الماضي لتصنيف النجوم في شرائح مختلفة وفقا لسمات طيفها. تلك الشرائح التي تدعى الأنواع الطيفية يرمز لها بالحروف التالية: BOMKGFA. النوعان الأولان ينسبان لدرجات الحرارة الأكبر من 10,000 كلفن، وطيفهما تسوده إشعاعات الهيليوم. والنوع A أقل قليلا من 10,000 كلفن، يتعلق بإشعاعات الهيدروجين. والأنواع F K G تتضمن درجات الحرارة بين 3,500 و 7,500 كلفن، وتكشف عن طيف الكالسيوم. وأخيرا النوع M أقل من 3,500 كلفن، فيمثل أطيافا تسودها نطاقات أي إشعاعات شديدة الاتساع ترجع إلى بعض الجزيئات، وبشكل خاص أكسيد التيتانيوم. عنوان: الرسم البياني لهيرتز سبرينج راسل. ولقد كان من شأن الخاصيتين اللتين درسناهما، وهما شدة الإضاءة المطلقة وحرارة السطح، أمكنتا علماء الفلك من أحد مفاتيح فهم النجوم في بداية القرن. كشف الدنماركي إيجنار هيرتز سبرينج والأمريكي هنري راسل كل على حدة عن وجود علاقة وثيقة بين شدة الإضاءة المطلقة وحرارة سطح النجوم، ومن ثم استخدموا المعطيات المتاحة في تلك الفترة وتوصلوا لفكرة جيدة تتمثل في رسم بياني يوضح العلاقة بين الخاصيتين. ومن هذا الرسم البياني اتضح لهيرتز سبرينج وراسل أن الأغلبية العظمى من النجوم تقع في هذا الرسم على خط قطري مائل يدعى خط التتابع الرئيسي، يتضمن نطاقا عريضا من النجوم ابتداء من النجوم الباردة قليلة الإضاءة وحتى النجوم الساخنة شديدة الإضاءة. وفضلا عن ذلك النطاق ثمت 3 مجموعات أخرى، منها مجموعتان موجودتان فوق خط التتابع الرئيسي تتسم النجوم بهما بإضاءة أكبر، وهما مجموعة المتعملقات الحمراء ومجموعة فوق المتعملقات الحمراء، والمجموعة الثالثة تقع تحت خط التتابع الرئيسي ونجومها ذات إضاءة أضعف، وهي المتقزمات البيضاء. وسوف نتناول لاحقا أصل تلك الشرائح الأربع ونرى أنها تقترن في الواقع بمراحل محددة من حياة النجوم. عنوان: حياة النجوم وكتلتها. حجم النجوم. في عام 1879 اكتشف الفيزيائي النمساوي جوزيف ستيفان المتخصص في دراسة إشعاع الأجسام الساخنة أن الطاقة الكلية التي يبثها جسم ما تتناسب مع الأس الرابع لحرارته المطلقة. وهذا يعني على سبيل المثال أن جسما ذا درجة حرارة 600 كلفن يبث 16
مثل مقدار الطاقة التي يبثها عند درجة حرارة 300 كلفن. وطرح ستيفن كذلك قانون أشمل يحدد شدة الإضاءة التي يبثها جسم ذو سطح محدد وذو درجة حرارة معينة. ولقد شكل قانون ستيفن أداة بسيطة نسبيا لعلماء الفلك تتيح لهم حساب حجم النجم إذا توافر قياس درجة الحرارة وشدة إضاءته المطلقة عبر الرصد. وبمعرفة حرارة سطح ذلك النجم يمكن استخدام ذلك القانون لحساب الإضاءة الكلية المنبعثة من مساحة معينة من سطحه، ومن ثم تكفي مقارنة تلك النتيجة مع مقدار الإضاءة المطلقة المنبعثة من الجسم كله لحساب مقدار سطح النجم وبالتالي حجمه. ولقد أتاح ذلك المنهج الحصول على نتائج جيدة للغاية، فقد أوضح أولاً أن نجوم خط التتابع الرئيسي ليست كلها بنفس الحجم، وإن كان يمكن تجميعها في نطاق ضيق نسبياً. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن حجم النجوم الساخنة يناهز 10 أمثال حجم الشمس، في حين أن النجوم الباردة لا يبلغ حجمها سوى عشر حجم الشمس. والمجموعات الأخرى في الرسم البياني لهيرتز سبرينج راسل تنطوي على أحجام شديدة التباين، فالمتعملقات الحمراء أحجامها تناهز عشرات ومئات المرات مثل حجم الشمس، أما النجوم فوق المتعملقات الحمراء فقد تصل في حجمها إلى 1000 مرة وأكبر من نجمنا. الإضاءة الهائلة لتلك النجوم ترتبط إذن بحجمها الهائل، وفي نهاية المطاف نجد المتقزمات البيضاء بشكل عام أصغر في حجمها 100 مرة من الشمس، وهو ما يجعلها في مثل حجم الأرض ويفسر إضاءتها الضعيفة. عنوان ثنائيات النجوم. وكان تحقيق الأمل بالوصول إلى فهم كامل لطبيعة وتطور النجوم يقتضي أن يكون بوسع علماء الفلك تحديد خاصية أخيرة هي كتلة النجوم، وهذه خاصية يصعب كثيرا تحديدها لأن لا قياسات الإضاءة ولا التحليلات الطيفية تفيد في ذلك. الحل الوحيد هو اللجوء لعلم مواقع النجوم، أي القياس الدقيق للمواقع النجمية وتطبيقها على ما نسميه النظم المزدوجة، وهي ثنائيات من النجوم يدور كل منها حول الآخر ويربطهما الشد الجاذبوي المتبادل. ولقد أشرنا فيما سبق أن هناك في المجموعة الشمسية علاقة بين حجم وطول الدورة لكل مدار كوكبي. ذلك القانون يدعى ثالث قوانين كيبلر، ويصل بين الخاصيتين السالف ذكرهما وبين كتلة الشمس. هذا القانون يمكن تعميمه على كل الأجرام التي تتحرك في مدار، وبشكل خاص على طرفي الثنائيات النجمية، على أن يستعاد عن كتلة الشمس بالكتلة الكلية للثنائي النجمي. ومن هذا المنطلق لو أمكن بالرصد قياس زمن الدورة وحجم الثنائي النجمي، فإن تطبيق ذلك القانون يتيح مباشرة حساب الكتلة الكلية لهذا الثنائي. كان ينبغي إذن على علماء الفلك أن يسعوا إلى البحث في السماء عن أي ثنائيات نجمية وقياس زمن دورتها وحجم مدارها. إن كل ذلك يبدو نظريا بسيطا للغاية، لكن ثبت مشكلات ضخمة تظهر ما إن ننتقل إلى التطبيق العملي. المشكلة الرئيسية في مثل تلك القياسات تكمن في واقع أن التحركات المرئية للنجوم بطيئة للغاية، وزمن الدورات قد يمتد لمئات السنين، الأمر الذي قد يقتضي تتابع عدة أجيال من الفلكيين لاستكمال مثل تلك الدراسة. وينبغي من جانب آخر أن يكون حساب حجم المدار سهلا نسبيا لو توافر الحجم الزاوي للثنائي برصده من الأرض ومسافته، لكن هنا أيضا تظهر صعوبات لأن المدارات تكون في معظم الحالات مائلة بالنسبة لخط بصرنا، ولهذا السبب فإن ما نرصده ليس سوى مسقط للمدار، وهو ما يؤدي لأخطاء في تقدير الأبعاد. ولو تم التغلب على هذه المعوقات ونجحت عمليات الرصد بشكل جيد، فإن المنهج السابق ذكره الذي يستخدم قانون كيبلر يمكن أن يؤدي إلى حساب الكتلة الكلية الثنائي للثنائي النجمي ولتحديد كتلة كل واحد من نجمي الثنائي. ينبغي على عالم الفلك كذلك التعمق أكثر
في دراسة تفاصيل حركة النجمين، الأمر الذي يتيح له تحديد نسبة كل نجم في إجمالي كتلته كتلة الثنائي، ويمكنه في نهاية المطاف الحصول على كتلة كل نجم على حدة. عنوان كتلة النجوم: لقد أجريت دراسات من ذلك النوع على العديد من النجوم، وقد كشفت أولا أن كل من مجموعات الرسم البياني هيرتز سبرينج راسل لها خواص مختلفة، فقد اتسمت كتلة النجوم في خط التتابع الرئيسي بنطاق واسع من التباين، ابتداء من أقل من عشر كتلة الشمس وحتى بضع عشرات أمثالها، والمجموعات الأخرى لها نطاقات أضيق. فالنجوم فوق المتعملقة الحمراء كتلتها نحو 20 مثل كتلة الشمس، في حين أن المتقزمات البيضاء كتلتها تقارب كتلة الشمس. الاستنتاج الثاني المهم من ذلك النوع من الدراسات هو الكشف عن علاقة بين الكتلة والإضاءة المطلقة بالنسبة لنجوم التتابع الرئيسي. كلما كان النجم كبير الكتلة ازداد تألقا، ومن هنا يتضح أن العامل الأساسي الذي يحدد موضع نجوم خط التتابع الرئيسي في الرسم البياني هو الكتلة، فالكتلة هي التي تحدد الخواص مثل الإضاءة وحرارة السطح. والواقع أن هذه العلاقة بين الكتلة والإضاءة ليست غريبة، بل هي علاقة طبيعية، فكلما زادت كتلة النجم كان وزن طبقاتها الخارجية أكبر، وفي جوف الجرم لا بد للضغط الذي يتحمل ذلك الوزن أن يكون أقوى، الأمر الذي يقتضي أن تجري التفاعلات النووية بمعدلات أعلى، مما يؤدي إلى تحرير طاقة أكثر كثافة وشدة إضاءة أعلى. عنوان مصدر طاقة النجوم: وبعد أن توفرت هذه المعطيات حول النجوم، إضاءتها وحرارتها وحجمها وكتلتها، كان على علماء الفيزياء الفلكية العمل على تجميعها في نموذج متماسك ووضع نظرية بشأن تكوين النجوم وتطورها. وجرت الخطوات الأولى في هذا الاتجاه في مطلع القرن، وقام بها الألماني كارل شفارتز شيلد والبريطاني آرثر إيدينغتون، فقد قرر الأول دراسة مسلك كرة من الغاز من خلال تطبيق قوانين الفيزياء المعروفة في تلك الفترة، ونجح في التوصل للتوصيف الرياضي الأول لأحد النجوم وفي استنتاج الخصائص الأساسية للتكوين النجمي. وبعد ذلك بقليل أكمل إيدينغتون ذلك العمل مع الأخذ في الحسبان ببعض العوامل التي تجاهلها شفارتز شيلد، ونجح بشكل خاص في أن يظهر بشكل نظري أنه لا بد من وجود صلة ما بين الكتلة وإضاءة نجوم خط التتابع الرئيسي، وهو ما تم التحقق منه بوضوح بعد ذلك عبر عمليات الرصد على نحو ما أسلفنا. لكن تلك النماذج لم تتح التوغل في التفاصيل لأبعد من ذلك، لأنه كان ينقص في تلك الفترة معلومات أساسية هي طبيعة مصدر طاقة النجوم. ففي الواقع يحتاج النجم لكم كبير من الطاقة حتى لا ينهار تحت تأثير وزنه الخاص ولكي يستمر في البريق، لكن من أين يأتي ذلك الكم؟ وكانت تلك المسألة تشغل بال الفلكيين لوقت طويل، وبشكل خاص منذ أن ظهرت الدراسات الجيولوجية أن الأرض والشمس تبلغان من العمر على الأقل مئات الملايين من السنين، فذلك الأمر يقتضي أن يكون مصدر مثل هذه الطاقة معمرا بما يكفي لأن يظل نجمنا يتألق طوال هذا الزمن. وكان الافتراض الأول مبنيا على الأصل الكيميائي: هل تحترق الشمس مثل لكام من الخشب؟ لكن الحسابات أظهرت أن ذلك مستحيل، فحتى مع تصور توافر أفضل المواد القابلة للاشتعال، فإن التقديرات النظرية لزمن حياة الشمس ما كانت لتصل سوى آلاف أو عشرات الآلاف من السنين، وهو ما يقل كثيرا عن التقديرات المطروحة. وفي نهاية القرن التاسع عشر طرح العالمان البريطاني لورد كيلفن والألماني هيرمان فون هولتز تفسيرا آخر مؤداه أن الشمس تنكمش شيئا فشيئا مع مرور الوقت وتحول طاقتها الجاذبية لحرارة، غير أن تلك الأطروحة لم تكن بأفضل من سابقتها كثيرا، فلو كان الأمر كذلك لما عاشت الشمس لأكثر من بضع عشرات من الملايين من السنين، وهي حياة ما زالت قصيرة للغاية. عنوان التفاعلات النووية: ولقد ظل مصدر الشمس مصدر طاقة الشمس يشكل لغزا حتى بداية الثلاثينات
إلى أن تم الكشف عن طبيعتها في نهاية المطاف. إنها التفاعلات النووية التي تحدث في جوف نواياة نجمنا. إن المادة تتكون من وحدات ميكروسكوبية تدعى الذرات، وتلك الأخيرة تتكون هي نفسها من جزيئات أصغر، هي الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات. والإلكترونات مسؤولة عن التفاعلات الكيميائية وحركتها التي لا تتوقف، تؤدي لمولد نوع من السحابة الإلكترونية التي تحدد حجم الذرات، وهو جزء من 10 مليارات من المتر. وفي قلب الذرة توجد النواة، وهي مجموعة تضم جزيئات تدعى بروتونات ونيوترونات. والنواة مضغوطة للغاية، حيث يقل حجمها بمقدار 100,000 مرة عن حجم الذرة نفسها. وليس للنواة تأثير مباشر على الخواص الكيميائية للذرة، لكنها هي التي تتدخل إبان التفاعلات النووية. وبفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تسود في مركز الشمس، فإن كل الجزيئات تكون في حالة اضطراب شديد، والذرات لا يمكنها أن تبقى على شكلها الاعتيادي، لأن الإلكترونات والنويات ترفضان الانضمام معا، وتتأين بذلك المادة، أي تصير مكونة من إلكترونات وأنوية حرة. والاصطدامات بين الجزيئات تكون كثيرة جدا، وفي خضم تلك الاصطدامات يمكن لنواتين أن تلتصقا ببعضهما البعض وتندمجان لتتولد عنهما نواة جديدة. إنه نوع من التفاعل النووي. ولما كانت الشمس مكونة أساسا من الهيدروجين، فإن معظم التفاعلات تكون بين البروتونات البسيطة، وسوف نعود لاحقا بالتفصيل لوصف تلك التفاعلات. لكن فلنضع في أذهاننا الآن أن نتيجة هذه التفاعلات هي تحول 4 بروتونات إلى نواة هيليوم واحدة، تتكون من نيوترونين وبروتونين، وتكمن السمة الملحوظة لذلك التفاعل في أن كتلة نواة الهيليوم تكون أقل بشكل طفيف من مجموع كتلة البروتونات 4. وهذا يعني أن التفاعل النووي الاندماجي يكون إذا مصحوبا بفقد في الكتلة. وفي بداية القرن أثبت الفيزيائي الألماني ألبرت أينشتاين بنظريته عن النسبية أن الكتلة والطاقة هما قيمتان متكافئتان، ووضع قانونه الشهير E equal M. C2، وهو يعني أن الطاقة E تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء في مركز الشمس. فإن فقد الكتلة الذي يصاحب تحول 4 بروتونات لنواة هيليوم يقترن بتحرر جزء من الطاقة. من هذا المنطلق نقول بأن الشمس بتحويلها نسبة من كتلتها توفر لنفسها المواد اللازمة لها. ذلك المنهج فعال أكثر من منهج التفاعلات الكيميائية أو انكماش كيلفن هيلم هولتز، فهو يسمح لنجم مثل الشمس بالتألق لمدة 10 مليارات من الأعوام. عنوان: نوعان من التفاعلات. وتحول الهيدروجين لهيليوم يمكن أن يتم بطريقتين مختلفتين. الأولى التي طرحها الفلكي الأمريكي شارل كريتشفيلد تدعى سلسلة بروتون. يبدأ الأمر بـ2 من البروتونات يندمجان فيكونان الديتريوم، أي نواة مشكلة من بروتون ونيوترون، ثم يقابل الديتريوم بعد ذلك بروتونا ثالثا، الأمر الذي يسفر عن تكوين نواة هيليوم المكونة من بروتونين ونيوترون واحد. وبدءا من هنا يمكن لسلسلة بروتون أن تتخذ أحد مسارين مختلفتين في الحالة الأكثر شيوعا. تلتقي نواة هيليوم شرطة 3 وتنتجان نواة هيليوم شرطة 4،
مكونة من بروتونين ونيوترونين مع تحرير البروتينين المتبقيين، وقد يحدث أن تلتقي نواة هيليوم شرطة 3 ونواة هيليوم شرطة 4 فتندمجان لتكون نواة بيريليوم شرطة 7، وتتعرض تلك النواة لعدة تحولات لتتفكك في نهاية المطاف لنواتي هيليوم شرطة 4، الأمر الذي يعني أنه في الحالتين تؤول السلسلة بروتون بروتون إلى نواة هيليوم انطلاقا من 4 بروتونات. الطريقة الأخرى لتحويل الهيدروجين لهيليوم تدعى دورة الكربون، وقد اكتشفها في عام 1938 اثنان من العلماء كل على حدة، وهما الأمريكي هانز بيث والألماني كارل فون ويسكر. وتبدأ الدورة باصطدام بروتون مع نواة كربون شرطة 12، وهو ما لم يكن ليحدث إلا إذا كان هناك كربون موجود بالفعل بالنجم، وتنشأ بذلك نواة نيتروجين شرطة 13، وسرعان ما تتحول لعنصر كربون شرطة 13، وذلك الأخير يندمج مع بروتون ثاني لينتج نيتروجين شرطة 14، ثم مع بروتون ثالث ليتولد الأكسجين شرطة 15. تلك النواة الجديدة تتحول إلى نيتروجين شرطة 15، ومع الالتقاء ببروتون رابع تتفكك النواة في نهاية المطاف لتنتج الهيليوم شرطة 4 ونواة كربون شرطة 12، مطابقة لتلك التي بدأت الدورة. بهذا الشكل يعود الكربون للتشكل في نهاية الدورة، لكن في هذه الأثناء تكون 4 بروتونات قد تجمعت في نواة هيليوم، والنتيجة هنا تماثل ما أسفرت عنه سلسلة بروتون بروتون، والكربون لم يكن له دور إلا تسهيل مختلف التفاعلات، ويمكن بالتالي اعتباره مثل محفز. ونسبة الطاقة التي تعود على كل من تلك العمليتين ترتهم بمقدار الحرارة في جوف النجم وبالتالي بكتلته، والنجوم التي تقل كتلتها عن مثل كتلة الشمس تكون حرارتها الداخلية منخفضة نسبيا، وبالتالي يكون إنتاج الطاقة بها وفقا لمنهج سلسلة بروتون بروتون. أما النجوم الثقيلة فهي أكثر سخونة، وهو ما يجعل دورة الكربون فعالة جدا لدرجة أنها توفر طاقة النجم بشكل شبه كامل. عنوان خط التتابع الرئيسي: لقد رأينا أن الرسم البياني هيرتز سبرينج راسل تضمن خطا وتريا يحتوي على معظم النجوم، إنها خط التتابع الرئيسي، وقد أظهرت الدراسات النظرية أن النجوم ذلك التتابع هي تلك التي تستخدم أسلوب اندماج الهيدروجين وتحويله لهيليوم كمصدر للطاقة. ولما كان هذا الطور في حياة النجوم هو الأكثر استقرارا والأطول، فهو يفسر لماذا توجد غالبية النجوم القابلة للرصد على خط التتابع الرئيسي، وترتهن فترة حياة نجم ما على خط التتابع الرئيسي بعاملين: كم الهيدروجين المتوافر في جوفه والسرعة التي يحترق بها ذلك العنصر المشتعل. والكم الأول يتناسب مع كتلة النجم، فلو ضاعفت الكتلة إلى مثلين ستحصل على مثلي كم المادة المشتعلة في جوفه. العامل الثاني يرتبط بالطاقة التي ينتجها النجم في وقت محدد وبالتالي بشدة إضاءته، وفي المقابل رأينا فيما سبق أن شدة الإضاءة لا تتناسب بشكل طردي مع الكتلة فحسب، وإنما تزيد بمعدل أسرع كثيرا من هذا. فعلى سبيل المثال، لو ضاعفت كتلة نجم ما إلى المثلين فإن شدة إضاءته ستتضاعف إلى 10 أمثال. تلك الاعتبارات لها نتائج مهمة فيما يتعلق بفترة الحياة النجمية. فنجم بمثل كتلة الشمس يحرق الهيدروجين به أسرع 10 مرات من الشمس. فنجم بمثلي كتلة الشمس يحرق الهيدروجين به أسرع 10 مرات من الشمس، لكنه لا يمتلك مخزونا من العناصر القابلة للاشتعال إلا بمقدار المثلين، وفترة حياته في التتابع الرئيسي تكون بالتالي 5 مرات أكثر. وبهذا الشكل فإن النجوم لها فترة حياة شديدة التنوع، وفي حين أن الشمس قد تأمل في حياة هادئة تمتد ل10 مليارات من الأعوام، فإن النجوم الأكبر كتلة لا تمتلك سوى عدة ملايين من السنوات.
أما النجوم الأقل كتلة فقد تمتد حياتها لمئة مليار عام. هناك إذن نسبة تناهز 10,000 بين تقديرات طول أمد الحياة للنجوم الأطول والأكثر عمرا. عنوان التتابع الرئيسي أداة عمر التجمعات النجمية. لقد رأينا كيف أن الفلكيين كانوا قد نجحوا في تحديد العديد من خصائص النجوم مثل شدة الإضاءة أو الكتلة، غير أن ثمة خصائص أخرى لا يتسنى تحديدها بشكل مباشر وفي مقدمتها عمر النجوم. ومع ذلك هناك حالة يمكن تحقيق ذلك فيها، وهي حالة نجوم التجمعات النجمية. وذلك ممكن لأن كل النجوم المنتمية للتجمع النجمي قد ولدت في نفس الوقت ولها بالتالي نفس العمر. لفهم كيف يمكن لتلك الخاصية أن تكون شديدة النفع، فلندرس عدة أمثلة ولنبدأ بتجمع نجمي شاب للغاية يبلغ عدة ملايين من السنوات، ولكن طور التكون كان قصيرا نسبيا، فبالتالي تنضم كل نجوم التجمع لخط التتابع الرئيسي. ونظرا لأن حتى النجوم الأكبر كتلة تبقى على ذلك الخط حتى عشرات الملايين من الأعوام، فإن كل نجوم التجمع ما زالت منتمية إليه. التتابع الرئيسي لتجمع نجم شاب يكون بالتالي كاملا ويضم نجوما زرقاء وحمراء. ولننتقل إلى تجمع أقدم قليلا عمره عدة عشرات ملايين من السنين. في تلك الحالة فإن النجوم الأكبر كتلة تكون قد غادرت بالفعل خط التتابع الرئيسي، ويكون ذلك التتابع مكتظا بالنجوم في جانبه الأزرق، في حين يكون عددا من المتعملقات الحمراء قد بدأ في الظهور. أما في حال التجمع يبلغ عمره مليارا من السنوات، فإن كل النجوم ذات الكتلة الأكبر مرتين من كتلة الشمس تكون قد غادرت التتابع الرئيسي واستقرت عند الجانب الأعلى من الرسم البياني، في حين تظهر العديد من المتعملقات الحمراء أيضا، وأيضا المتقزمات البيضاء. وفي نهاية المطاف سيكون من شأن تجمع يبلغ 10 مليارات سنة أن يضم عددا ضخما من المتعملقات الحمراء، وأن يكون له خط تتابع مكسور على عدد محدود من النجوم الضاربة إلى اللون الأحمر، فضلا عن عدد كبير من المتقزمات البيضاء. وبذلك يتبدى لنا أن تركيبة الرسم البياني لتجمع نجمي سيرتهن إلى حد كبير بعمر ذلك التجمع. يكفي في الواقع تحديد النجوم الأكبر كتلة أو الأكثر سخونة التي لا تزال موجودة في التتابع الرئيسي للحصول على تقدير محدد حول عمر التجمع ومكوناته. انتهى الجزء الرابع، شكرا لكم.